السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة جديدة، هنعمل ابل باي بعجينة الباتيه. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك واشتركوا في القناة، ويلا بينا نبتدي المقادير مع بعض. معانا عجينة الباتيه او الباف بيستري، معانا قطعة زبدة حوالي معلقة، معانا واحد بضاية، اتنين تفاحة، معلقتين كبار سكر بني، معلقة كبيرة كمان قرفة. هنبتدي نقشر التفاح مع بعض. قطعنا التفاح خلاص، وتعالوا بقى نحطوه على النار ونشوف الطريقة مع بعض. هنبتدي نحط الزبدة، هنضيف التفاح، هنضيف معلقة القرفة، هنضيف السكر كمان، وده شكل التفاح بعد ما خلص. هنبتدي نفردها شوية كده مع بعض. وده شكلها بعد ما خلصناها. هنبتدي ندهن وشها بيض. احنا بندهن وشها بيض عشان الوش بتاعها يحمر، يدينا اللون الذهبي الحلو ده. هنسيبها لمدة 10 دقايق في التلاجة، وبعد كده ندخلها الفرن. بعد ما طلعناها من التلاجة هندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة. كده وصلنا لنهاية الوصفة. لو عجبتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة.